أهلا بكم مشاهدين الكرام، حلقة جديدة من برنامج روابط يأتيكم من على قناة الشرقية والشرقية نيوز. في العناوين: أدوية منتهية الصلاحية بالقرب من شط العرب، سقوط حر بسبب ملاحقة خلية نحل في جبال مكحول، نظرة واحدة خاطفة وسريعة من كليان مبابي قلبت حياة فتاة فرنسية. أكوام من الأدوية منتهية الصلاحية وجدها الأهالي تقبع صباحا بالقرب من شط البصرة، أدوية غير مستخدمة أقلقت سكان منطقة الجزيزة، ما دفع بعض الأهالي للذهاب إلى المنطقة التي تعتبر مثل مكب للنفايات وحراسة هذه الأدوية خوفا من وصول أصحاب السدوتات إليها. ساعات من متصلين بقيادة الشرطة الساعة بالستة، وسير عصير الساعة بالتسعة وما حد جاي، ما ادري معقول هذا الامر ما يهمكم؟ هاي الادويه هسه ممكن ستوتات جاي يفترون، يعني يمكن يجون ياخذون هاي العلاجات وتجي لاطفالكم تنباع لاطفالكم. بعد هذا الفيديو بالفعل وصلت الاجهزه الامنيه الى المكان الذي تجمعت فيه النفايات الطبيه، ويقول الناشط عمار الحلفي الذي حرص على ابقاء هذه الاكوام بعيدا عن متناول اصحاب الستوتات، يقول: لم استطع المغادره إلا عند رؤية الجهات الأمنية تتسلم هذه المواد. سأعود بكم قبل شهر من الآن، حيث وجد الأهالي كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية بالقرب من أحد أبواب المدارس في الكوت، وبالطبع طلبوا أيضا من الجهات المعنية الوصول إلى المنطقة والتحفظ عليها أو إتلافها بطرق رسمية بدل أن تباع في السوق السوداء وتتسبب بكوارث صحية. المراقبون يقولون إن هناك سوء تخطيط في ملف إتلاف النفايات الطبية، إذ إن الخطورة لا تكمن بكل النفايات الناتجة عن المستشفيات والمداخر الطبية، بل فقط ببقايا الأدوية والحقن التي تحتاج إلى محارق خاصة وطرق خاصة للإتلاف، وهذه تشكل نسبة 50% من النفايات الطبية. وأيضا هناك تخوفات من كون بعض هذه المواد أو المخلفات تحتوي على مواد مشعة وكيميائية. في العراق لا توجد نسب معلنة للتلوث الطبي، إلا أن تصريحات سابقة لوزارة البيئة ولمختصين تؤكد أن ملف الطمر الصحي يعد من الملفات الصعبة، حيث أن هناك ملوثات كثيرة داخل المدن وخارجها ناتجة عن أسباب متعددة مثل وجود المصانع داخل المدن، شح المياه، الزحف السكاني، وبالأخص قلة مكبات الطمر الصحي، وأن لهذا كله تأثيرات خطيرة على البيئة العراقية. أما وزارة البيئة فتقول أنها وضعت خططاً لتحجيم التلوث، إلا أن قلة التخصيصات المالية حالت دون إنجازها. سنستضيف الناشط المدني عمار الحلفي الذي كان واقفاً طوال اليوم بالقرب من كومة الأدوية هذه، لنسأله يمكن بداية عن كيفية وصولها إلى هذا المكان أو كيف عثر عليها. أهلاً بك عمار. تحياتي لك الزملاء، تحياتي المشاهدين الكرام. طبعا كنت متجه الى عملي، اعمل في شركه مصارف الجنوب بالقرب من هذا المكان اللي يعني اثر بي على الادويه. اتصل بي احد الاصدقاء وقال لي: عمار تعال شوف هذه الكارثه، علاجات مرميه بالشارع. نعم. توجهت الى هذا المكان، شفته كارثه، يعني علاجات كميه كبيره مرميه، والمكان طبعا اللي يفترون به السبتوتات العتاقه والجمون. طبعا قد يعتقد البعض انها علب فارغه، لكنها ليست فارغه، هذه ادويه وهي ادويه غير مستخدمه ومنتهيه الصلاحيه. عندي عده فيديوهات وثقتها وطلعت العلاجات الابر وكل العلاجات طلعتها وثقتها، حتى لا يقدرون يقولون هذه فقط باكيتات مرميه. نعم. وثقت هاي الفيديوهات ونشرتها على صفحتي، وكثير من القنوات دانت هذا الموضوع.
القضية اليوم هي عدم صراحة، عدم متابعة من قبل وزارة الصحة ودائرة الصحة على قضية اليوم المداخل الطبية الأهلية. يعني ما معقول أنت اليوم علاج أنت الوحيد تبي في المكان، هاي كارثة. هاي الأدوية المفروض لجان خاصة من القوات الأمنية والصحة والبيئة والبلدية. طيب عمار، أنت لو توصف لنا هذه المنطقة صحيحة. أصلاً يعني هذه المنطقة الفيديوهات نشاهد فيها أنها قد تكون منطقة للطمر أو لرمي المخلفات، لكن هل هي بالفعل منطقة طمر صحي أم هي لمخلفات أخرى؟ الصبية هاي المنطقة يعني دائماً تعتبر يعني المنطقة الأحر على الكرة الأرضية، هاي واحدة القضية والأكثر تلوثاً موجودة بالعالم اللي هي منطقة الشعبة، لأن بها مصفى الشعبة وبنفس الوقت بها شركات استخراجات نفطية، وبنفس الوقت موجود أكو طمر صحي. هذا طمر صحي طبعاً احنا ما عندنا اليوم يعني معامل تدوير النفايات ولا قاعد تنطمر النفايات بطريقه حضاريه مثل ما موجوده بالدول، يقومون يحطونها وتشوف تشوفين الدخان ما تميزين دخان مال نفايات او دخان مال مصفى او دخان مال شعلات النفط. هناك تلوث نفطي طبعا في الاجواء وهذا مشخص وواضح، لكن الحديث هنا عن ايضا التلوث الذي قد يداهم المياه، التلوث نتيجة المخلفات الطبية أو حتى المياه الآسنة. ربما تحدثنا قليلا عن معاناة هذه المنطقة وسكان هذه المنطقة من المخلفات، كل هذه المخلفات مجتمعة. 2018 تسمم اللي حصل محافظة البصرة مقل منسوب شط العرب، ظهرت بعض البقعات يعني مكان سحب المحطات الماي، محطات الماي تسحب مباشرة من شط العرب وتضخ للناس. بسبب أكثر الأدوية اللي قاعد ترمى بشط العرب ظهرت بقع كيميائية، وكثير من المنظمات قالت هاي بسبب الأدوية اللي قاعد تتلف بشط العرب هي اللي سببت يعني أكثر من 15,000 حالة تسمم محافظة البصرة. طيب هنا ايضا نود عمار ان نشيد يعني بسرعه استجابه القوات الامنيه يعني بمجرد الاشاره من حضرتك لوجود هذه الكميات. شاهدنا في فيديوهات لاحقه يعني سرعه التدخل من قبلهم والتحرز عليها، ربما تنبه يعني ايضا لانه التدخل كان سريع من قبل القوات الامنيه و هم منتبهون لمثل هذه الحالات. نعم، اجت القوات الامنيه حضرت حفظت، طبعا مشكور القوات الامنيه، وانا بثيت سويت يعني فيديو شكرت القوات الامنيه وقالوا بنفسهم هذه ان شاء الله راح تكون بايادي امينه وشكروني على الموقف هذا، وانا يعني حتى يعني سووا لي اجازه على دوامي. ليش؟ لان انا ما قدرت اغادر من هذا المكان. شنو المشكله اللي صارت؟ المشكله كل شويه عند فيديوهاتنا ثلاثه كل شويه تجي تسكوته وكانما لاقي له منجم مال ذهب ويريد يحمل ويودي. هاي لو تاركينه احنا كان لقيناها موجوده بالاسواق تباع بالاسواق مال الحي. كنت اود ان اسالك طبعا اين سينتهي الامر بهذه الادويه لو لم تتحرز انت عليها وثم تسلمها الى القوات الامنيه، اين كان سينتهي بها المطاف؟ اكيد راح تباع للاسواق، راح تباع الارية وراح تباع الغير وتباع لاي واحد موجود، وهاي كارثه بحق المواطن البصري. يعني ما معقول اليوم هاي رسالتي الى المداخل الطبيه الاهليه، يحسوا بالمسؤوليه. انتم اليوم ما معقول، انتم اليوم ما عندكم حتى حس بالمسؤوليه تجاه المواطن. علاج خلص او انجاز صلاحيته خاص بوزاره الصحه، دائرة الصحه في البصره، ولازم تشكل لجنه وتروح تطمر هاي العلاجات بطريقه صحيه بعيده عن المواطن. نعم، لان هي سلسله يعني من الدوائر قد تكون مسؤوله عن هذا الموضوع، دائره البيئه ودائره الصحه ومجموعه من الدوائر الاخرى، يرتب الموضوع فيما بينهم للسيطره على المداخل التجاريه والحكوميه. عمار الحلفي، اشكرك لانضمامك معنا في برنامج روابط ولكل هذه التوضيحات. مشاهدينا الكرام، أما التعليقات من على مواقع التواصل الاجتماعي فقد جاءت أيضا مستغربة لمثل هذه الأكوام من الأدوية التي تنتشر هنا وهناك في
مدن العراق. أقرأ عليكم من فيسبوك مثلا، كتب حسام البصراوي يقول: هذا ممكن أن يأخذوه ويبيعوه من جديد، وهذه كارثة بحد ذاتها، الله يستر علينا، لأننا نعيش في وسط الكوارث مثل معجزة إلهية. أيضا من على فيسبوك كتب علي يعقوب يقول: المفروض إذا هي أدوية تالفة أو منتهية الصلاحية الدائرة المختصة تتلفها، معقولة مشمورة بهذه الطريقة؟ والله جريمة، المفروض يحاسب الشخص الذي أمر برميها. أيضا أقرأ عليكم أخيرا التعليقات من فيسبوك. حسنين البهادلي يقول: أحد المستشفيات أعتقد خاصة تنقل نفاياتها بكيات مكشوفة وما أعرف وين تروح، ومخلفات العمليات وأجهزة الإعطاء وبطالة الدم تتناثر بالشارع، ونشرت وماكو نتيجة. كانت هذه التعليقات من منصة فيسبوك. العراق بلد فيه شيء من كل شيء، جبال شاهقة ووديان سحيقة، صحراء شاسعة وكهوف عميقة، أنهر ممتدة على طول البلاد، ومسطحات مائية عمرها آلاف السنين. هذا التنوع يخلق جواً من روح الاستكشاف لدى محبي المغامرات العراقيين. وفي الآونة الأخيرة صرنا نشهد تجمعات كبيرة لشباب وشابات عراقيين يريدون استكشاف الجبال والسهول والصحاري العراقية من خلال رحلات منظمة. في الفيديو مجموعة من المغامرين وجدوا خلية من النحل في جبال مكحول، وقرروا الصعود لتجربة العسل الطبيعي وأيضا استكشاف المكان. عسل جبلي، عسل جبلي. هسه كملت الشغله وراح لازم تبدا عمليه المساعده، والاخ عمر يحتاج الى مساعده، وهسه بعد يساعده. البقه الملاح هيجها النق رشيد، هيجها النق. عجيب هذا النحل، سبحان الله، تعبتنا حيل تعبتنا. ينشر النحل وما يلقاها، ينشر النحل وما يلقاها. المكان صعب حيل، وكان نحس وحرج، يعني واجهنا صعوبة بمعنى الكلمة بإخراج هذه الخلية. هذا ما يحتاج، ما شاء الله. طبعا من الغريب أن يتواجد النحل في المرتفعات الجبلية، ولكن الدراسات التي هي لا زالت قائمة بخصوص هذا النوع من النحل الذي يفضل بناء الخلايا في الجبال والمرتفعات، وكيف يختلف هذا العسل عن الذي نعرفه من عسل الأشجار، لا زالت قائمة هذه الدراسات وفي طور التطوير. بالعودة إلى المغامرين الذين ربما كانوا مدفوعين بذات الأسئلة وروح التجربة، فقد انهارت الأرض الصخرية تحت أقدام المغامر أحمد العداد وسقط من ارتفاع شاهق، والتقط أصدقائه هذه اللحظة. السلام عليكم متابعينا، الحمد لله على كل حال، دفع الله ما كان أمر. احنا طبعا مغامرين، والمغامر يحدث معاه كل شيء، وانا متوقع كل شيء يحدث معاه. لا أعرف بالضبط ما الذي جرى للمغامر في هذه اللقطة، ولكن للوهلة الأولى يبدو أن الأرض لم تكن مستقرة تحت أقدامه، ومع قلة المعدات معدات الحماية تعرض أحمد لكسور متعددة مثل ما شاهدتم، ونقل على إثرها إلى مشفى قريب، ولكنه طمن محبيه بعدها بأنه بخير وبأن هذا هو جزء من التجربة التي يحب القيام بها. سيكون ضيفنا لهذا اليوم المغامر أحمد العداد. حمد لله على السلامة أحمد، وهذه مغامرة جريئة جدا، نتمنى أن تكون الإصابات خفيفة. الله يسلمكم. الحمد لله أصاب كسور، طبعا كسر بالقدم بسيط، بس الكسر باليد بمنطقة المرفق كسر وخلع صعب، يحتاج إلى عملية بلاتين وربط، يحتاج إلى عملية صعبة، يعني الكسر باليد. بس الحمد لله أنه ارتفاع مثل هاي، مثل هيك ارتفاع، السقوط مثل هيك ارتفاع. إيش قد كان تقريبا الارتفاع؟ يعني 30 متر؟ ما يقارب 30 متر الارتفاع، ما يقارب 30 متر، وسقوطه من جبل طبعا مو من مكان عادي يعني.
مثل هيك صوت انه لا شك انه الموت محقق، بس الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى سلمنا وحفظنا. الله يحفظك احمد، وهذه رعايه رب العالمين. بس اريد اسالك، هو شنو اللي صار تحديدا؟ هل النحل هاجمك؟ لو الصخور تحت اقدامك يعني انهارت، شنو اللي صار تحديدا؟ لا لا، احنا طبعا الخليه احنا يوما احنا نبحث عنها، وما كنا شايلين عده، ثاني يوم رجعنا شايلين درال معانا، ودرال على مود بدرال نقدر نحفر الصخر. فانا ماسك درال بيدي وبدرال هزيت الصخر، فوقعت الصخره علي، الصخره قريبه مني هيك وقعت علي، دفعتنا الصخره، من دفعتنا الصخره ضربت دغله. مسكت، حاولت امسك بشيء من الصخر او شيء على مود اقف، ما قدرت اوقف. بعدين بقيت على نفس قاعد على نفس القاعده الى ان وصلت الارض، بس مسافه ارتفاع ما يقارب 30 متر، يعني اخطر موقف مريت به بحياتي. طبعا انا مغامر صياد افاعي من خبراء العراق الميدانيين بعالم الافاعي. اريد احكي وياك احمد ايضا هيك سريعا، خلينا نمر على المغامرات اللي انت تقوم بها. هذه يبدو مو اول مغامره، رغم انه الناس تعتب عليك قليلا، يعني هناك من العتب بخصوص انه انت ما كان عندك يعني عده حمايه كافيه، كان من المفروض انه تكون حامي نفسك بادوات التسلق او غيرها يعني من الادوات، لكن الله سلمك. احكي لنا احمد سريعا عن المغامرات اللي تسويها، وهل هذا اول حادث تتعرض له؟ لا، انا مرات بحوادث هواي طبعا مغامرات، بس انا الحمد لله اول شيء متطوع، وانني دائما اقول واصرح انني مسؤول عن نفسي، انه اي شيء يحدث معي غايتي انا نقل صوره ثقافيه عن الحياه البريه في العراق، الغايه الاولى. والغايه الثانيه تحديدا بعالم الافاعى، ابين للناس الافاعى السامه وخطورتها والتعابين الغير سامه وفوائدها، مرت بمراحل خطره عديده. طيب احمد، بالنهايه يعني حصلتوا على العسل من خليه النحل هذه ام تركتوه يعني انشغلتوا بالحادث؟ لا، انشغلنا بالحادث، بس بعد الحادث بيوم رجعوا الاخوه المغامرين المرافقين لي اخرجوا الخليه. طيب سؤال اخير احمد، شنو الفرق بين النحل العسل الجبلي والعسل العادي اللي بالاسواق موجود؟ العسل الجبلي اكيد، العسل الجبلي انه عسل طبيعي 100%، يعني عسل، يعني احنا دائما هسه العسل دائما اللي يشتري عسل يسال عنه طبيعي او مو طبيعي. عسل الجبل طبيعي 100%، والنبات اللي يتغذى عليه النحل نبات وعشب جبلي، والاعشاب الجبليه كلها هي اصلا الاعشاب الجبليه هي علاج لكل الامراض، فكيف اذا كان النحل يصنع هذا العسل من النبات والاعشاب الجبلي، فيكون عسل طبيعي 100% وعلاج وشفاء الكثير من الامراض. ان شاء الله الشفاء العاجل احمد، والمزيد من المغامرات، لكن تكون محصن اكثر بعدد الحمايه الصحيحه. شكرا جزيلا لانضمامك لنا، وانتقل من هنا الى التعليقات التي جاءت كلها تتحمد لاحمد بالسلامه. اقرا عليكم مثلا من فيسبوك ايضا البعض من التعليقات. محمد المطلق يقول المفروض للامان يدق وتد بالاعلى ويربط نفسه بحبل مثل ما يفعل متسلقو الجبال حفاظا على نفسه، والحمد لله على سلامته. ايضا من على فيسبوك اقرا لكم سعد الكرادي الذي كتب يقول لا يمكن لهذا النحل أن يستقر في صندوق لأنه جبلي، لذلك كل هذه المغامرة لن تفيد أحد غير القليل من العسل. أيضا من على فيسبوك نسمة تقول دفع الله ما كان أعظم، كتب له عمر جديد، الحمد لله على سلامته، والمرة القادمة لابد من إجراءات سلامة. مرحبا بالجميع، أنا أسد، وحش يزأر في وسط الشارع، ركض الجميع دون أن يفهموا، عرض الذعر في وضح النهار، من فضلك لا تهرب مني. هذه هي كلمات الأغنية التي أداها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأحد ملاعب بوينوس آيرس أمام آلاف الأشخاص خلال حفل توقيع كتابه الرأسمالية والاشتراكية والفخ الكلاسيكي. Let's go.
واختار ميلي لهذا الحدث ملعب لونا بارك للفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية الذي يتسع لأكثر من 11,000 شخص. وبعد إعادة تفسير الأغنية بطريقته الخاصة، وعد ميلي بالتهام الطبقة السياسية في الأرجنتين التي غالباً ما يستهدفها، ويشير إلى أنها المتسببة بانزلاق الاقتصاد الأرجنتيني وارتفاع التضخم. في غضون ذلك نشرت مجلة التايمز الأمريكية غلاف عددها لهذا الشهر بصورة خافيير ميلي وصفة إياه بالراديكالي. وقالت صحيفة الإسبكتيتور إن ميلي وصل إلى المسرح بملابسه المعتادة من معطف واق من المطر مصنوع من الجلد وبدلة سوداء، وقام الحاضرون بتغطية أغاني الروك الأرجنتينية ولوحوا بالعديد من اللافتات والهتافات ضد الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز أو ضد رئيس الحكومة الإسبانية بيدور سانشيز. وهذه ليست المرة الأولى التي يؤدي بها خافيير أغنية أنا الأسد، حيث كان قد غناها أيضا من شرفة القصر الرئاسي أمام حشد من أنصاره خلال حملته الانتخابية الأخيرة. أما التعليقات من على مواقع التواصل الاجتماعي فقد جاءت مختلفة، أقرأ عليكم البعض منها. من على منصة أكس أقرأ لكم ثندر الذي كتب يقول: أشعر بالفضول إذا كان الشعب الأرجنتيني سعيدا به. كانت هناك بعض الاحتجاجات مؤخرا فيما يتعلق بارتفاع التضخم والفقر. أيضا من على منصة أكس كتب هادي يقول: بالتأكيد، لأن الزعيم حديث الطراز يمكن أن يكون مغنيا أو ممثلا أو مهرجا أو أي شيء، ولكن ليس قائدا حقيقيا للبلاد. من على أكس أيضا كانياتا تقول: أنا سعيدة جدا من أجل جميع الأرجنتينيين، أريد أن يتعافى هذا البلد ويضع خافيير الأرجنتين كما ينبغي لها أن تكون. حصدت فتاة في فرنسا شهرة لا تصدق بسبب نظرة واحدة من نجم كرة القدم كليان مبابي خلال إجازة اللاعب قبل أيام. فقبل أيام من رحيله الرسمي عن باريس سان جيرمان، أظهرت لقطات فيديو النجم الفرنسي مبابي وهو يقضي إجازة سريعة في مدينة كان الساحلية برفقة زميله عثمان ديمبلي. وخلال تواجده في مطعم ساحلي بفندق ماجستيك، وثقت الكاميرا لحظة حديث مبابي مع ديمبلي، ثم التفاتته لفتاة وانبهاره بجمالها. بعد بحث مضمن من متابعي السوشيال ميديا عن الفتاة التي ظهرت في الفيديو من الخلف فقط، وضع أحد أصدقائها اسمها في التعليقات وكتب يقول: يبدو أن كليان مبابي وضع عينه عليك يا ليا. بعدها انتشر الحساب الشخصي للفتاة على إنستغرام وتبين أن اسمها ليا، وانتقل حسابها من أقل من 1000 متابع إلى أكثر من 100,000 متابع خلال يومين فقط. طبعاً انتشرت صورة الفتاة وحسابها على مواقع عدة، ونشرت عنها مواقع صحفية عالمية في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لتتحول من فتاة عادية إلى شخصية شهيرة بسبب نظرة مبابي. وهنا نتذكر الأغنية الرائعة لأم كلثوم والتي تقول: نظرة وكنت أحسبها سلام. التعليقات من على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً جاءت مختلفة. أقرأ عليكم من إنستغرام. هانية تقول: صديقة اللي جالس جنبه أعطاه أسيست بتاريخ مودريتش وأنيستا مجتمعين. أيضا تقول عايدة من على إنستغرام: بهذا المعدل ممكن توصل 20 مليون، لأن أغلب الشباب عندهم فضول. مبابي في تشخيص سبب النظرة. أيضا من على إنستغرام أقرأ لكم. ماريانا تقول: فتاة جميلة فعلا، لكن مبالغة في مراقبة حياتها ومتابعة حتى الناس اللي يصافحهم أو مجرد ينظر لهم. ما أتخيل كم الضغط اللي يعيشه
المشاهير. في عملية دراماتيكية بوليوودية مثل تلك التي نشاهدها في الأفلام الهندية، اقتحمت سيارة شرطة هندية منطقة انتظار المرضى في مستشفى للقبض على مسؤول التمريض هناك المتهم بالتحرش بطبيبة. أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع مجموعة من مسؤولي الأمن وهم يفسحون الطريق لسيارة الدفع الرباعي ويدفعون النقالات التي تحمل المرضى بعيداً عن الطريق، في حين تتقدم السيارة إلى الأمام ويظهر بداخلها العديد من ضباط الشرطة. وكشف المقطع رجال الشرطة حيث أظهروا حماسة غير عادية لمطاردة المتهم داخل أروقة جناح الطوارئ في المشفى. واقتحم رجال شرطة المستشفى للقبض على مسؤول التمريض بعد أن اتهم بارتكاب تصرفات غير أخلاقية تجاه طبيبة داخل غرفة العمليات، كما أرسل رسائل نصية مهينة إلى طبيب مرافق وفق ما نشرت وسائل إعلام هندية. وأثارت هذه التصرفات غضب أطباء المشفى الذين أضربوا عن العمل واحتجوا أمام مكتب العميد مطالبين بإقالة هذا الممرض، كما اتصل بعضهم بالشرطة. ونظرا للعدد الكبير من الأطباء المحتجين، قررت الشرطة اقتحام المشفى لاعتقال المتهم وإيقاف مسؤول التمريض سايتش كومار من ولاية راجستان عن العمل، ثم تم الإفراج عنه بكفالة بعد اعتقاله. واندلعت الفوضى في المشفى حيث احتج الأطباء المقيمون مطالبين بإنهاء عمل مسؤول التمريض هذا. أما التعليقات من على مواقع التواصل الاجتماعي فجاءت مصدومة طبعا لاقتحام هذه السيارة مشفى الطوارئ. ماكس يقول: سببوا زحمة، كان بإمكانهم الدخول سيرا على الأقدام، لكنهم ما يتركون حركاتهم الخارقة والخارجة عن المألوف، مو بس في الأفلام حتى في الواقع. أيضا من على منصة إكس كتب أدياروس يقول: الأطباء تحرشوا بالممرضات والشرطة تحرشت بالمستشفى كله. أيضا من على منصة إكس أم إبراهيم تقول: مساكين المرضى، شيء غريب شكل الضابط الكبير اللي في السيارة ما يريد يمشي أو حتى ينزل، قرر يخلص المهمة وهو جالس. بهذا التعليق تكون حلقة روابط لهذا اليوم قد انتهت. شكرا للاهتمام والمتابعة، إلى اللقاء.